ما بتسأليش حضرتي. لا بهمنا نهار الأحد نحن نازلين مع كل هالمتطوعين، وحضرتك شو بتحب تقول له؟ قول لهم كن جميل ترى الوجود جميل، إنك تراب وإلى التراب تعود. وجوب، فإذا تكون جملة بدنا نجمل أرضنا بزيادة، لأنه هالأرض هيدي بدها ترجع مثل ما قال، مثل كما يقال إنك تراب وإلى التراب تعود. لازم هالأرض تكون نظيفة، مثل نفوسنا نحن، يلي مفروض إنها تكون نفوسنا نظيفة وأجسادنا نظيفة. لسانك حصانك، شنطه صانك. على السبب أنا أقول إنه شعارنا نحن بمنطقتنا، شعارنا أهل المحبة. أهل المحبة، الله محبة، الخالق محبة، ونحن خدنا الشعار هذا أهل المحبة. نحب بعضنا، نتعاون مع بعضنا، نحترم بعضنا، آراءنا تكون شبه موحدة، أفكارنا تكون لبناء مجتمع واعي ناضج رائي سليم من كل العاهات التي تضرب المنطقة، مش بلبنان بس، في العالم كله. الحالات السيئة إنها تبتعد عن شبابنا وأجيالنا، وجرب نكون نحن معهم، وتكون في توعية لما هو أفضل للإنسان. لأنه إذا ما بنبني أجيال سليمة، أجيال سليمة، العقل السليم في الجسم السليم، مفروض إنه نبني أجيال سليمة في جسمها وفي عقلها، كل الأجيال، خصوصا نحن منطقتنا، منطقة اللي تضربها الفوضى الغير بناءة، نكون عم نبني أجيال نحو مستقبل أفضل. لبنان هذا البلد الجميل، هذا البلد الجميل، هذا البلد العظيم يلي مذكورة كلمته عند الله: يا أرزة لبنان تضرع لأجلنا. ونحن نتضرع إلى كافة أهلنا وأحبائنا أن نصون أنفسنا ونصون البشر، ولا نهتم كما نهتم بالحجر لا ننسى البشر. حياك الله، وأخذ بيدي، ونحن لكم من الشاكرين. دمتم بخير وهناء اليوم وغدا وإلى الأبد. شكرا.